يا بنتي مالك بقى، في ايه؟ حاسه اني لوحدي. اتخانقتي معاهم ولا ايه؟ يرغب معظم المراهقين في الحديث عن العلاقات والجنس مع من يتقدمون عليهم في السن والخبرة، خصوصا إن كانوا محط ثقة بالنسبة إليهم. لذا فهم ينتظرون الكثير من التوضيحات من آبائهم فيما يتعلق بثقافتهم الجنسية التي يتلقونها في المدرسة، وهذا ما يعتبره خبراء علم النفس شديد الأهمية لكونه يحدد مدى عمق العلاقة بينهم وبين الأهل في هذه المرحلة العمرية الحساسة. نعلم أن الأمر قد لا يكون سهلاً، لكنك إن انتظرت اللحظة المناسبة فربما لن تأتي أبداً. عوضاً عن ذلك، فكر في التثقيف الجنسي باعتباره نقاشاً مستمراً. فما هي الخطوات التي تساعدك في إنجاز هذه المهمة؟ كسر الحاجز. هذه الخطوة تترتب عليك أنت، فشعور المراهق بالخجل يمنعه من بدء الحديث. يمكنك التطرق للموضوع بشكل عام ومستفز للنقاش. الهدوء. على الراشد أن يحافظ على هدوئه وأن ينتبه لحركات جسده وردات فعله، حتى لو فاجأه المراهق بآراء غريبة أو مخالفة لآرائه. يمكنك الإدلاء برأيك وتوضيح أسباب تمسكك به من دون محاولة فرضه عليه، فنتيجة ذلك تكون في الغالب عكسية وتشعر المراهق بالنفور من الحديث إليك مستقبلاً. رأي أصدقائه. قد يمتنع المراهق عن قول الصراحة، لذا فإن سؤالك عن رأي أصدقائه بهذه المواضيع قد يساعده في الاطلاع على أفكاره ومخاوفه بشكل غير مباشر. الأحاديث قليلة ومتكررة. التكلم عن الجنس بحديث واحد وموسع ليس عملياً، بل إن جعله موضوعاً مفتوحاً ومستمراً يشعر ابنك بالاطمئنان حين تتبادر إلى ذهنه بعض الأسئلة. الأسلوب. عليك الانتباه جيداً، فطرح الموضوع أثناء القيام بالأنشطة اليومية هو أحد أسهل الطرق للحديث عن هذه الأفكار، أما تحويل الحديث فيه إلى حدث بحد ذاته يجعله أسلوباً اتهامياً يشعر المراهق بحاجته للتبرير. وقبل أي شيء، لا شك أنه عليك البدء بنفسك وتثقيفها والتأكد من كافة المعلومات التي تمتلكها، فهي ستكون حجر أساس يحدد مدى نجاح الحياة الجنسية لابنك أو ابنتك. وإن صادفك بعض التردد تجاه بعض المعلومات، فأخبره بأن الكل يحتاج لتحصيل المعرفة بشكل مستمر مهما كان ناضجاً وكبيراً وملماً.